البلاد والحكومة الفرنسية تقوم باتفاقية دعم عمالي لغطاء الصحة العامة لسيما مكافحة أمراض الملاريا السل والسيلة. ووزيرة المرأة تترأس حفل تقدير واحترام لفخامة رئيس الجمهورية من قبل نساء هنا. المنتخب الوطني سيلتقي بنظيره منتخب غينيا كوناكري يوم الأحد القادم. السادة والسيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نسعد بصحبتكم في نشرة إخبارية عربية مفصلة. ترأست صباح اليوم سيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو بقصر 15 من يناير حفل تسليم شهادات المشاركين في مسار ريادة العمال، وقد استفاد 1000 شاب يمثلون كل دوائر العاصمة أنجمينا، استفادوا من الدعم الذي قدمته لهم مؤسسة القلب الكبير. تقرير عثمان عبد الغني تريس. ترأست السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير بقصر 15 يناير بالعاصمة أنجمينا مناسبة حفل تسليم شهادات للمشاركين في مسيرة ريادة الأعمال بعد اختتام الدورة التدريبية التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير بالشراكة مع مؤسسة بيت النجاة ومؤسسة فافي جاد، التي شارك فيها 1000 من الشباب والشابات من مختلف الدوائر الأشرة للعاصمة أنجمينا. وهذه الدورة مجانية متخصصة ومتعددة في ريادة وإدارة الأعمال بهدف تدريب ناجح في سوق العمل. المناسبة حضرها عدد كبير من أعضاء الحكومة والمندوب العام للحكومة لدى بلدية أنجمينا ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمان العام والمكتب المدني والمستشارين ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والبرلمانيين ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات والمنظمات المدنية وعدد كبير من المسؤولين وجميع غفير من المواطنين والجمعيات الشبابية. بدأ الحفل بكلمة ترحيبية قدمتها الأمينة العامة لمؤسسة القلب الكبير حبيبة ساولبا، والتي شكرت من خلالها شركاء مؤسسة القلب الكبير والدائمين لها، كما رحبت بجميع الحاضرين لا سيما الشباب المستفيدين من الدورة التي نظمتها المؤسسة لصالح الشباب في مجال ريادة الأعمال. وهناك العديد من الكلمات قدمت، من بينها كلمة وزير الشباب والرياضة أوتوان محمد كريستيان الذي شكر مؤسسة القلب الكبير التي تعمل وتقف مع الحكومة في مسيرة التنمية في تشاد، وأضاف بأن مؤسسة القلب الكبير قدمت الكثير للشباب والمرأة وساهمت مع الحكومة في مجال محاربة الفقر والبطالة، حيث قدمت مؤسسة القلب الكبير مشاريع كثيرة للمواطنين. وأخيرا شكر وزير الشباب والرياضة مؤسسة القلب الكبير على الجهود التي تبذلها من أجل راحة المواطنين والشباب بصفة خاصة. كما قدمت برقية شكر من قبل الشباب المشاركين في الدورة التدريبية حول ريادة الأعمال التي نظمتها مؤسسة القلب الكبير لصالح جميع الشباب والشابات بمختلف الدوائر الأشرة للعاصمة أنجمينا. بعيد هذه البرقية وزعت شهادات تقديرية للمشاركين في مسيرة ريادة الأعمال، حيث قام بتوزيع الشهادات كل من الأمين العام لمؤسسة القلب الكبير ووزير الشباب والرياضة ووزيرة التدريب المهني والحرف. أما من جانبها السيدة الأولى للبلاد هند ديبيتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير قامت بتوزيع شهادات تقديرية لشركاء مؤسسة القلب الكبير في هذه الدورة حول ريادة الأعمال، وهي مؤسسة بيت النجاة ومؤسسة فافي تشاد. وأثناء خطابها قالت هذه الدورة نظمت لمساعدة الشباب والشابات رواد الأعمال ومسؤولي المشاريع على تجاوز الأراقيل التي قد تواجههم وتنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة لإنجاح أعمالهم مهما كان حجمها وتمويلها والتخطيط لأجل تسويقها. هذا ونذكر بأن هذه الدورة ستساعد في تطوير العقلية والمهارات الريادية المهمة للشباب والتركيز على أمور إنشاء عمل جديد والابتكار في ريادة الأعمال، وذلك من خلال مساعدة الشباب.
اختتم ظهر اليوم النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية أحمد النظيف خاطر فعاليات اليوم الإخباري الذي نظمته الجمعية الوطنية بالتعاون مع وزارة إدارة الأراضي وبدعم من قبل مفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول الحماية الدولية للاجئين. تقرير محمود موسى الفيل. على مدى يومين من فعاليات اليوم الإخباري الذي نظمته الجمعية الوطنية بالتعاون مع وزارة إدارة الأراضي وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول الحماية الدولية للاجئين، تعرف المشاركون على مجمل النقاط المتعلقة بدعم ومساعدة اللاجئين والدور الفاعل الذي تقوم به الجهات المكلفة بحماية اللاجئين والمنظمات غير الحكومية. كما سمح هذا اليوم الإخباري للمشاركين بالتعرف على المشكلات التي يعاني منها اللاجئون لأخذها في الاعتبار من أجل إيجاد حلول ناجعة لها. دي الفرصة أعطتنا فهمنا أشياء كثيرة، من ضمن الأشياء اللي فهمناها ده كيف يعيشوا النازحين في بلدنا تشاد، وثم الثاني كيف يعيشون الشعب العايشين من النازحين في تشاد، والصعوبات شنو دي كلها كده فهمونا ليها، وكيف هم يعني بشيلوا المسؤولية ده كله ورونا ليها. ما يعني الريفيجي ده يعني شيء مهم في أي دولة، وشيء هسه السينار ما هسه يرجعوا للدبتي ورو ده شيء مهم كان أول يسوي من بدري. في اختتام فعاليات هذا اليوم الإخباري رفع المشاركون توصيات للحكومة والجمعية الوطنية والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، أهمها تقديم الخدمات اللازمة والأساسية لهم بجميع معسكرات اللجوء والنزوح المتمثلة في توفير الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية الأخرى. النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية أحمد النظيف خاطر لدى اختتامه لفعاليات اليوم الإخباري أكد أن المشاركين تلقوا معلومات أساسية حول حماية اللاجئين والخدمات التي تقدم لهم من قبل حكومة البلاد والمنظمات العاملة في هذا الجانب، واختتم حديثه مقدما الشكر لشركاء البلاد الذين لا زالوا يدعمون جهود الحكومة في مختلف مجالات التنمية. ونشير إلى أن الجمعية الوطنية ستعتمد في القريب العاجل مشروع قانون يتعلق بحماية اللاجئين في البلاد على غرار القوانين الدولية الخاصة بحماية اللاجئين. في ظل العلاقات التعاون القائمة بين البلاد ودولة فرنسا، وقعت صباح اليوم الاتفاقية التعاون بين الوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة المالية. تسمح هذه الاتفاقية بدعم قطاع الصحة العامة بمبلغ قدره 5 مليارات فرنك. سيف كان ذلك بحضور وزير المالية والميزانية والسفير الفرنسي لدى البلاد. تقرير عز الدين الأمين نصر. امتدادا لأفاق التعاون القائم بين تشاد وفرنسا في المجالات كافة لا سيما القطاعات ذات الأولوية، فقد وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية مع وزارة المالية والميزانية اتفاقية دعم من الوكالة لقطاع الصحة العامة بقيمة 5 مليارات فرنك سيفا لمكافحة أمراض الملاريا والسل والسيدة، وهي أمراض استعصت على المكافحة لسنوات طويلة. السفير الفرنسي لدى البلاد برتران كوشري عقب توقيعه على الاتفاق جدد عزم بلاده دعم تشاد للتغلب على التحديات التي تواجه القطاعات ذات الأولوية، سواء دعم الجمهورية الفرنسية المباشر أو عبر الوكالة الفرنسية للتنمية. من جهته وزير المالية والميزانية طاهر حامد إنجلي ثمن الدعم الذي تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية لتشاد منذ فترة بعيدة، وقال إن هذا الدعم يعد الثاني من نوعه خلال هذا العام بعد الذي قدمته الوكالة إبان ظهور فيروس كورونا. ويمثل قطاع الصحة أولوية قصوى لدى الحكومة التشادية، لذلك مهتمة بالعمل لتطويره. دشن مساء أمس وزير البريد والاقتصاد الرقمي إدريس بشر صالح دشن مركز مراقبة جودة خدمات شبكة الهواتف المحمولة، حيث يتحكم هذا المركز في جودة خدمات الشبكات الاجتماعية ومراقبتها. تقرير الطيب مدثر الطيب. يشتكي مستخدمو الهواتف المحمولة في البلاد من رداءة خدمات شبكات الهواتف المحمولة، هذا ما دفع هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد بافتتاح هذا المركز لمراقبة جودة خدمات شبكة الهواتف المحمولة، حيث يتيح هذا المركز بإمكانية التحكم في جودة خدمة الشبكات الاجتماعية ومراقبتها. رئيسة اللجنة المنظمة للحفل زهرة أحمد صديق رحبت بجميع الحضور، وقالت إن هذا المركز لديه القدرة على الإبلاغ تلقائيا عن المشكلات التي تحدد الشبكة.
أما رئيس القسم التقني بشركة داتا كونيكت شات رشيد كيديك أعرب عن شكره على الثقة التي أظهرتها لهم الإدارة العامة لهيئة تنظيم الاتصالات والبريد من خلال السماح لهم بالمشاركة في تحقيق هذا المشروع الاستراتيجي. المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والبريد صادق باسي لقمة قال إن هذا المركز يسمح بمراقبة ومتابعة جودة خدمات شبكات الهواتف المحمولة في تشاد وتقييم مدى التزامها بدفتر المهام وكذا الاكتشاف المباشر لأعطال الشبكات وإرسال الإشارات لإجراء التصحيحات اللازمة. هذا وقام وزير البريد والاقتصاد الرقمي إدريس صالح بشر والمدير العام للهيئة بقص الشريط إيذانا بافتتاح المركز. قدمت صباح اليوم وزارة التنمية السياحية والثقافة معدات سمعية وبصرية لصالح وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة، كان ذلك بحضور الوزيرين. تقرير آدم حسن المكاوي. على هامش فعاليات شهر الكتاب والقراءة، تسلم وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة من زميله وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية باتالي جيو المعدات السمعية والبصرية التي قدمتها وزارة الثقافة لوزارة التربية الوطنية بغية تثقيف وتوعية الطلاب حول تعزيز وحماية التراث الوطني. وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية باتالي جيو في خطابه أشار إلى أن تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والشعور بالانتماء للوطن مسؤولية مشتركة بين عدد من الوزارات، وذلك وفق رؤى رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو، متطرقا إلى أن برنامج الثقافة في المنزل الذي استمتع به الكثير من المشاهدين والمستمعين عبر التلفزيون والإذاعة الوطنية في أعقاب وباء كوفيد-19 قرب الثقافة من السكان وبشكل أكثر تحديدا الجمهور المدرسي. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أبو بكر الصديق شرومة أوضح بأنه على الرغم من قلة هذه المعدات التي استلمها إلا أنه سيتم تسخيرها واستخدامها بكل دقة من أجل رفع كفاءة التلاميذ فيما يتعلق بالمعالم التاريخية والحضارات والثقافة وغيرها، وستوضع هذه المعدات بأيدي المعلمين لإدخالها في العملية التعليمية. وللإشارة فإن المعدات تتمثل في 400 قرص DVD تحتوي على برنامج الثقافة في المنزل بالإضافة إلى بعض الكتب والفنائل. ترأست صباح اليوم بقصر 15 من يناير وزيرة المرأة وحماية الطفولة السيدة أمينة بريسيل حفل عرفان وتقدير ومساندة لمشير رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على منحه المرأة التشادية مكانتها المرموقة في الإدارة التشادية، حيث نظمت هذه المناسبات تكريمية من قبل المجلس الوطني للنساء الرائدات في تشاد كوناف. تقرير بحر الدين عبد الشافي دود. بعد نجاح أعمال المنتدى الوطني الشامل الثاني المنعقد في الفترة من 29 وحتى 1 نوفمبر والذي خرج بتوصيات وإصلاحات شاملة حول مؤسسات الدولة، نظم المجلس الوطني للنساء الرائدات بتشاد حفلة تأييد ومساندة لمشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية على الثقة التي أعطاها للمرأة لشغل مناصب في مؤسسات الدولة وإنشاء وكالة وطنية تختص بمتابعة المشاريع الخاصة بتمويل النساء والشباب وإنشاء صندوق لدعم الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية تدر أعداتها للنساء والشباب وذوي الإعاقة. وخلال المناسبة عبر النسوة عن فرحتهن بهذه الخطوة الإيجابية. لخدمة السمحة الخدمة للمرأة التشادية رفعها فوق الله. نشكرك جزيل الشكر لليوم نظام نظمته، خاصة لشكر مشير تشاد الرئيس إدريس ديبي إتنو. كان أول مرة في تاريخ تشاد أوين إتنين أيونو لا ينظم مؤتمر كبير لما 600 نادم جايين من كل منظمات وأهداف سياسية ويعني كل التشاديون. الحمد لله في جنب لمشير تشاد ده فيها مرأة عظيمة. المرأة دي البريمير دام المرأة الأولى هنا تشاد السيدة هند إدريس ديبي إتنو بكل جهودها ليل ونهار تجاهد للأوين كيف الأوين يتطوروا. وقبل الختام قدمنا النسوة هدية رمزية لمشير تشاد وسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو تكريما لجهودهما المتواصلة في تكوين المرأة وترقيتها والنهوض بها في جميع المجالات.
أطلق أمين الدولة في الصحة العامة والتضامن الوطني جدي علي سجودي بمدينة بلترم بمركز إداري كارل بولاية حجر لميس أطلق الحملة التوعوية لتطعيم الأطفال من مرض شلل الأطفال. تقرير عبد الله الجابر أبكر. الأطفال من سن الصفر إلى الخامسة هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض الشلل، وعليه جاءت الانطلاقة الرسمية لحملة التطعيم ضد مرض الشلل ببرتلم التي تبعد 15 كيلومتر من مركز إداري كارل التابع لمقاطعة الدبابة بولاية حجر لميس. حذا وعبر مناسبة رسمية وبحضور شركاء دوليين للبلاد في الصحة، أعرب رئيس مركز إداري كارل أحمد عبد الحادي الدمان عن شكره بهذه المناسبة، وقال إن تطعيم الأطفال يقلل من نسبة الإصابة بمرض الشلل، وأكد أن منطقة بلترم تضم عددا كبيرا من الرحلة الذين قدموا من الدول المجاورة. من جانبه الأمين العام لولاية حجر لميس جيمغار غاسبار قال إن الحكومة التشادية عبر وزارة الصحة العامة والتضامن الوطني تسعى دوما لتحسين حياة أفضل للمواطنين. في كلمتها نيابة عن الشركاء أكدت ممثلة اليونيسيف دكتورة فيفينا فان استعداد مؤسستها ومنظمة الصحة العالمية وشركاء المبادرة الدولية لاستئصال شلل الأطفال لدعم تشاد في تعزيز برنامج الصحة العامة والتطعيم، وخاصة التطعيم الروتيني المخصص لحماية الأطفال من أمراض الطفولة. أمين الدولة في الصحة العامة الدكتور جديالي سجودي قال إن التطعيم لا يضر بصحة الأطفال، وإنما قد يسهم في تقليل نسبة إصابتهم بالمرض. ونذكر بأن هذه الجولة الأولى تبدأ من الثالث عشر إلى الخامس عشر من الشهر الجاري، وتليها جولة ثانية تبدأ من السابع والعشرين إلى الثلاثين من نوفمبر لتشمل الأطفال المعنيين في 91 دائرة صحية تابعة لستة عشر ولاية. صحيا أيضا قدم صباح اليوم المدير العام لوزارة الصحة العامة إسماعيل بحر بشر بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، وذلك والذي يحتفل به في 14 من نوفمبر من كل عام. نتابع ما جاء في بيانه. اليوم يوم 14 شهر 11 2020 لتشاد كبقية الدول يحتفل اليوم العالمي محاربة مرض السكر ديابيت. تم أنا جورني مونديال هو الانفيرميه والديابيت. اليوم العالمي ضد مرض السكر يعني أسسه من سنة 1991، والمنظمة الصحة العالمية كمان يعني يمول اليوم ده. واليوم العالمي ضد مرض السكر هو يعني أكبر يعني حملة لوقاية المرض هنا السكر. سنوات اللي حصل ماشين فوق ده المرض اللي بنادو سكر جاي بيزيد، وأسسوا اليوم ده كيف نحاول يعني نسوي توعية عشان الناس قالوا الوقاية أحسن من العلاج. عشان ده منظمة الصحة العالمية قال كل ما 6 دقيقة في يعني في وفاة أساس المرض السكري. عشان ده اليوم البلدنا تشاد كبقية الدول يعني يحتفل هذا اليوم. ومن النشاطات هنا اليوم عندنا تدريب مع الأطباء والممرضين عشان كيف يوجهوا أو يعالجوا أو يوسوا أو يعني يسووا غاية للمرض اللي بنادو المرض السكر. أوكي، من مرض السكر إلى الحالة الوبائية لمرض فيروس كورونا كوفيد 19 لهذا اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020 كالتالي: 252 عينة تم فحصها، 11 إصابة جديدة سجلت، 10 منهم مخالطين لحالات سابقة، 4 في مويوكبي غرب، 1 في شاري الأوسط، 4 في لوغون الشرقي، 2 في أنجمينا، 7 حالة شفاء، ويرتفع عدد الكلي إلى 1435، 0 حالة وفاة، ويبقى عدد الوفيات 154 حالة مرضية تحت العلاج. عدد الإصابات المؤكدة منذ التاريخ 19 من مارس 2020 1589 في 17 إقليما. تدعو المنسقين الوطنية للاستجابة الصحية المواطنين للهدوء والتضامن واليقظة واحترام القرارات والإشادات، وبالأخص التباعد المكاني
وفي حالة ملاحظة أعراض مثل الحمى، الكحة، العطس وصعوبة في التنفس، اتصلوا مجانا لرقم 1313 توقيع منسق الوطني للاستجابة الصحية البروفيسور شوا أشومي. قدم صباح اليوم المدير العام للمعهد العالي للاقتصاد والإحصاء والإدارة 10 منح دراسية لمندوب الحكومة لدى بلدية إنجمينة آدم فورتي أمادو بحضور عمد الدوائر العشر لمدينة إنجمينة. تقرير عبد القادر هارون محمد. الهدف من هذا اللقاء الذي ترأسه مندوب الحكومة لدى بلدية إنجمينة آدم فورتي أمادو مع عمد الدوائر العشر لمدينة إنجمينة والمدير العام للمعهد العالي للاقتصاد والإحصاء والإدارة دولجي بايلاسيم إنوسان هو تقديم منح دراسية للطلاب من الشرائح الضعيفة وعن كيفية الحصول على هذه المنح. انستيتي إيسيسا تشاد جابا 10 بورس للديليغاسيون جنرال للغوفرنمان ليون تو ليال ناس مايندوم وين يال أنا مساكين اليوبا كو مايندوم فرصة يومش يجرو برا ولا يومش يكوف يجرو وبرز ده اليوم ريسبشن سوينا وفي غوفرنرا إن شاء الله نخطو لجنة سخير كي يشوف الناس يالا دي جبو دوشيا قوم دول لكي كيف يقدر يشولو عشر نفر يودو في السوشيدا ويجرو وقرايا قوم ده ثلاثة سنة. دولجي بايلاسيم إنوسان المدير العام للمعهد قال إن مؤسستهم دأبت منذ العام 2013 على تقديم منح دراسية في مجال تدريب المعاقين الفتيات والأيتام في مختلف المهن. أما المنح التي تقدم الآن فهي خاصة بطلاب المراحل النظامية في تخصصات العلوم الإدارية، الصحة، الثروة الحيوانية والزراعة. وصلت وزيرة المرأة وحماية الطفولة إلى مدينة قصبيضة حاضرة ولاية سيلة وذلك للمشاركة في فعالية اليوم العالمي للمرأة الريفية الذي تحتضنه المدينة. تقرير عبد الله هارون بربا. هكذا استقبلت وزيرة المرأة وحماية الطفولة المبكرة أمينة بيريسي لونغو عند وصولها بمطار مدينة قصبيضة حاضرة ولاية سيلة حيث كان في استقبالها حاكم ولاية سيلة عبد الرحمن علي محمد إلى جانب السلطات الإدارية والأسكرية والشيوخ التقليديين والنساء الريفيات. وفور وصولها عقدت الوزيرة لقاء عمل مع حاكم الولاية والذي أكد بدوره جاهزية النساء الريفيات لاحتضان الحدث التاريخي للاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية نسخة عام 2020 الذي سيجرى فعالياته في 15 من نوفمبر بقرية كومبيكو بولاية سيلة. وزيرة المرأة وحماية الطفولة شكرت الجميع على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وأوضحت أهداف المهمة التي جاءت من أجله. دينا عشان نسو سيليبراسيونا مرا الريفي او السنه ده في بروفيس اناكو بباريناج انا مدام لا بريمير دام او مش تعرفوا اليوم ده او كيت مي نسو جوسكا لو 15 ده معنا غوفو في كونديسيون انا فام رورال ويدا ما في لكن حاجه في كلام انا ايدوكاسيون انا بنات نحاجو في مارياج انا يال دوكا كل الناس جاي بسو نحاجو في اي شغل يقدر يساعد عليه المراه انا سيلا ونقدم ونمر بفوق الريكومنداسيون يقدر يساعدنا ويساعد عليها البروفانس. يدر الإشارة إلى أن فعاليات اليوم العالمي للمرأة الريفية نسخة عام 2020 جاء تحت شعار مساهمات المرأة الريفية في مكافحة الفقر والآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كوفيد 19. قدم يوم أمس رئيس اللجنة المنظمة للأسبوع الدولي لريادة أعمال نسخة 2020 حديثا صحفيا أعلن من خلاله انطلاقة نشاطات الأسبوع. نتابع ما جاء في بيانه. تهدف هذه الزيارة التي قام بها المدير العام لوكالة تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال أصيل محمد أصيل إلى مقر الوكالة بمدينة مندو لمعرفة تقدم الأعمال بهذا المقر الذي خصصه مشير جات لشباب ولاية لوغون الغربي. ويضم مقر الوكالة مكاتب وصالات للتدريب والحاسوب وصالات للندوات، وأن هذا الصرح التكنولوجي جاء ليرد على تطلعات الشباب والتي يوليها مشير تشاد إدريس ديبي إتنو اهتماما واضحا وخاصة لشباب ولاية لوغون الغربي. هذا وقد صرح المدير العام لوكالة تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصال أصيل محمد أصيل عن رضاه التام، وقال إن الأعمال تسير بصورة جيدة حيث وصلت إلى نسبة 60%،
وطلب من الشركة المنفذة بذل كل ما بوسعها من أجل إنجاذ هذا الصرح المعماري لشباب ولاية الأوغون الغربي. للإشارة، فإن هذا المبنى عند اكتماله سيدعم شباب الولاية، يقدم لهم خدمات نوعية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. إذن نعتذر لهذا الخلل الفني. هذا الخبر هو زيارة المدير العام لوكالة تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عسيل لما محمد أصيل بزيارة فقدية إلى مقر الوكالة قيد التشييد بمدينة مندوه. نواصل قراءة الأخبار من الفضائية الشهادية من إنجمان. اختتم مساء أمس رئيس الغرفة التجارية علي أجي أعمال المنتدى الاستثماري الذي يهدف إلى تعزيز قدرات رجال الأعمال والمستثمرين في البلاد. كان ذلك بحضور ممثل السفير المصري لدى البلاد. تقرير أدم حنفي فضل. 24 ساعة كانت كافية لهؤلاء المشاركين في المنتدى الذي نظمته الغرفة التجارية بالتعاون مع شركائها كالسفارة المغربية والوكالة الوطنية للاستثمار والتصدير آنيه، بالإضافة إلى رجال الأعمال التشاديين. فإن هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز وتطوير الحالة الاقتصادية ورفع كفاءات رجال الأعمال والمستثمرين بالبلاد في ظل جائحة فيروس كورونا. تلك هي الفترة التي أصبح فيها الاقتصاد متدهورا في جميع أنحاء العالم. في كلمته، رئيس اللجنة المنظمة لهذا المنتدى إبراهيم موسى يوسف شكر الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل إنجاح هذا المنتدى، مقدرا جهود كل من شارك فيه معنويا وماديا. رئيس الغرفة التجارية علي آجي أشاد بجهود المشاركين في هذا المنتدى مطالبا إياهم بتطبيق ما تلقونه على أرض الواقع، مؤكدا بأن وضع الاستثمار في البلاد يحتاج إلى تضافر الجهود والتضامن عبر المؤسسات التجارية. المديرة العامة للوكالة الوطنية والاستثمار والتصدير فاطمة كوكوني ودي أشادت بمعطيات هذا المنتدى الذي يدعم الحالة الاقتصادية للمستثمرين وشركائهم في البلاد. هذا ويشار إلى أن هناك مطالبات قدمها المشاركون في هذا المنتدى جلها تسعى إلى تعزيز قطاع الاستثمار في البلاد. أطلقت صباح اليوم مسيرة وزير المرأة بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية رسميا مشروع تفعيل السياسة الوطنية للتنوع في شهادة. تقرير محمد هارون حسين. بعد اعتماده في ديسمبر عام 2016 انطلقت رسميا الورشة المتعلقة بمشروع نشر وتفعيل السياسة الوطنية للنوع في تشاد. في كلمته الترحيبية، هيأ المدير العام للمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية لو ديفي لادو جهود الحكومة وشركائها في مجال التنمية، وخاصة محاربة العنف الممارس ضد المرأة لإيجاد حلول ناجحة تسهم في تطوير وتقدم المرأة. من جانبها، رئيسة المشروع كونجي إيزابيل قدمت شكرها إلى الحكومة وشركاء التنمية والممولين، مشيدة بدور المرأة في المجتمع، كما أردت فيلم وثائقي يجسد أن مدى أهمية هذا المشروع الحيوي الذي يناول قضايا تهم المجتمع. افتتح صباح اليوم الأمين العام لبلدية أنجمان أعمال الورشة التدريبية التي نظمت لصالح العاملين في مجال النفايات الطبية. نظمت الورشة من قبل مشروع الصحة الحضرية. تقرير محمد حسن آدم. بهدف تقوية كفاءات عمال الصحة في مجال النظافة وإدارة النفايات الطبية السائلة، جاء تنظيم هذه الورشة التدريبية الخاصة بتدريب المدربين، وذلك بمبادرة من مشروع الصحة الحضرية التابع لبلدية أنجمينة وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك الأساسي لبلدية أنجمينة. من ناهيتها، المكلفة بالمشاريع الصحية بالوكالة الفرنسية للتنمية نيما كوليش أشارت في حديثها بأن النفايات الطبية تؤثر سلبا على الصحة العامة إذا لم يتم معالجتها بالصورة المطلوبة، مؤكدة وقوف الوكالة الدائم بجانب البلدية لتحقيق سياساتها الرامية إلى الحفاظ على نظافة المدينة وخلق بيئة ملائمة للسكان. الأمين العام النائب لبلدية أنجمينة إبراهيم مينا توكا قال إن البلدية عبر مشروع الصحة الحضرية قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج الخاصة بتعزيز الصحة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
كما طلب من المشاركين الاستفادة القصوى من خبرات ومعارف المدربين وتطبيقها في أعمالهم المستقبلية، لا سيما استعمال الوسائل التقنية الحديثة للتخلص من النفايات كالحرق والتعقيم الكيميائي، وكذا استعمال محطات تجميع ومعالجة المياه الملوثة. انطلقت صباح اليوم بمزرعة المعهد التشادي للبحوث الزراعية من أجل التنمية بحي قاسي، انطلقت فعاليات المخيم الزراعي الخاص بتقوية كفاءات الشباب في مجال الإنتاج الزراعي. تقرير محمد حسن أدم للمرة الثانية. هكذا انطلقت فعاليات الدورة الثانية للمخيم الزراعي آيا بوتكان الخاصة بتقوية كفاءات الشباب أصحاب المشاريع الزراعية في الأعمال التطبيقية، كما يهدف هذا المخيم أيضا إلى توجيه الشباب للاهتمام بالزراعة التي تؤد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. جن جمين بروفانس في 7 يوم قدام نكون سوا، ويعني زيادة من الفورماسيون عندنا اكتيفيتي انتر كولتوريل ونلمو نفورمي يالات في دومين هنا اغريكولتور. وننوه الى ان اعمال هذا المخيم التي تستمر لمدة اسبوع ستتخلله العديد من الانشطة ذات الصلة بالانتاج الزراعي، وكذا انشاء المشاريع الانمائية القابلة للتمويل. المنتخب الوطني الساو سيلتقي مساء الأحد نظيره منتخب غينيا الكوناكري في مباراة الإياب عقب خسارة الساو في مباراة الذهاب، وحول سيناريوهات المرتقبة للمباراة نتابع تقرير زميل آدم حسن المكاوي. بقي يومان فقط لكي يلتقي المنتخب الوطني الساو بمنتخب الأفيال الوطنية غينيا كوناكري في مباراة الإياب ضمن مباريات تصفية أمم إفريقيا. الساو في هذه المباراة يملك فرصة لتغيير أدائه وتصحيح أخطاء الماضي البعيد وحتى القريب ومصالحة جماهيره الخائبة. فمباراة الذهاب التي مني بها الساو في غينيا كوناكري بنتيجة 0-0 تدور حولها العديد من الأسباب، أبرزها سوء أرضية ملعب المنتخب الغيني، حيث ربحت الأفيال الوطنية مباراتها أمام ساحل العاج 2-0 وأمام إفريقيا الوسطى بخماسية نظيفة. كل هذه الهزائم سجلت في هذا الملعب الذي أهله أدرى بشعابه. والآن ينبغي للإدارة الفنية للمنتخب الوطني الساو وبالأخص المدرب جيمتا يمتماجي أن ينتبه ويستعد في مباراة الإياب للاستفادة من أخطاء مباراة الذهاب حتى لا يتكرر سيناريو كوناكري الذي كان جلي فيه تشتت خط الدفاع بين اللاعب بشير وزميله أحمد، فيما قدم الظهير الأيمن للساو مورغان مستوى جيد بالإضافة إلى إنقاذ مرماه من هدف مؤكد. أما الظهير الأيسر كوستا فقد كان غائبا تماما عن أجواء مباراة الذهاب، بينما كان الحضور كاملا لحارس مرمى الساو ألم بتناه الذي أنقذ مرماه من 3 أهداف محققة، مما يوحي إلى تقدم وثقة. وفي خانة وسط الملعب كما هو دائما بخيت جبرين موجود وبقوة في اللقاء، حيث استطاع أن يخضع لاعب نادي ليفربول نابي كيتا محرك المنتخب الغيني عن الحراك بحرية خلال المباراة. أما الهجوم فقد كان خائر القوى تماما بحضور ماريوس ونينغا كازمير اللذان لم يبذلا جهدا كبيرا في مباراة الذهاب، وما زال هناك مباراة الإياب ليقدم مستوى أفضل في ظل عودة إنغار إيزيكيل ليعزز من جبهة الهجوم. مباراة المنتخب الوطني الساو مع نظيره المنتخب الغيني رغم الخسارة قد كانت على مستوى فني وأداء جيد، بعض الشيء عن السابق. إذا نتمنى النجاح والتوفيق لمنتخب الوطني الساو. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية قدمناها لكم من العاصمة أنجم. نشكركم على طيب الانتباه والمتابعة، حتى نلقاكم، دمتم في أمان الله.